السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من أنظمة قواعد البيانات. في هذه المحاضرة سوف نوضح مفهوم الكي والويك انتيتي تايبس اوف كي. هناك نوعين من أنواع المفاتيح التي تستخدم في الجداول، وتستخدم هذه المفاتيح لربط الجداول لاستخدامها في الريليشن شيب. النوع الأول البرايمري كي is the field that identify each table and the database. البرايمري كي يعتبر هو فيلد. الفيلد نقصد بنفسه اللي هو قلنا العمود بالجداول، فهو حقل يعرف بالجداول بالداتابيس، وأيضا يحدد بكل سجل أو ريكورد بالتيبل يونيكلي بشكل فريد. البرايمري كي قلنا تكلمنا عليه بالمحاضرات السابقة. البرايمري كي نفس قلنا مثلا الاي دي الخاص مثلا بالطالب، مثلا رقم الهوية مثلا مالت البطاقة الوطنية او رقم اي هوية خاصة بشخص، فهذا يسمى هو primary key، انه ما ممكن ان يتكرر، ولازم من شروطه اللي يكون اول شيء يونيك، معناته انه البيانات اللي بداخله ما ممكن ان تتكرر. قلنا مثلا رقم الهوية انه هو يكون الشخص واحد، ما ممكن انه يكون لأكثر من شخص. وايضا انه ما يصير يكون قلنا يكون نال، يعني ما له قيمه او فارغ، ما ممكن هذا الشيء، ما يصير يكون نال، فلازم يكون دائما هو نوت نال. وايضا يكون ايضا من شروطه يكون هو smallest كي، يعني يكون الحجم المفتاح محدد او يكون مفتاح صغير، مثلا يتكون من ما يكون اكثر مثلا من 10 ارقام، فهذا هو البرايمري كي. ايضا عندنا النوع الثاني من المفاتيح اللي هو الفورين كي. It is a field that represents the primary key in another table. الفورين كي هو نفس البرايمري كي، لكن يسموه فورين كي لأنه نستخدمه بجدول ثاني. قلنا بالعلاقات بالمحاضرة السابقة الريليشن لازم عندنا جدولين. الجدول الأول اللي هو يكون الأساسي اللي يحتوي على primary key، والجدول الثاني اللي هو يكون جدول ثانوي ويحتوي على الفورين كي. الفورين كي يجب أن يكون يسمى بالفورين كي لأنه it is not from an existing field in the table، معناته أنه هو ليس من الحقول الموجودة بالتيبل الأساسي، التيبل الأول أو الجدول اللي يحتوي على البرايمري كي. من شروطه أنه يكون المفتاح الثانوي مثلا ما عادي انه يكون، لا يشترط ان يكون المفتاح الثانوي هو نفس اسم المفتاح الرئيسي. المفتاح الرئيسي اللي قصدنا به primary key، ومن اقول مفتاح ثانوي يعني اقصد اللي هو الفورين كي. لكن من شروطه ان يكون مطابق للبرايمري كي، يعني البرايمري كي قلنا اللي هو مثلنا بالجدول الأول
يكون مطابق من حيث النوع والحجم وعدد الحقول. وايضا الفورين كي يميز عن البرايمري كي. برايمري كي قلنا انه ما ممكن انه يتكرر، انه رقم الهوية الشخص واحد تكون. الفورين كي عادي انه يتكرر. هذا الفرق بين البرايمري كي والفورين كي، راح نوضحه بمثال حتى نعرف بشكل تفصيلي اكثر. عندنا هذا المثال، هذا الجدول الاول اللي هو عندنا هذا برايمري كي وهذا عندنا الفورين كي. هذا الجدول اللي هذا يسمى فيلد، قلنا اللي هو الكاستمر اي دي، كاستمر نيم، ادريس اند فون، هذا يسمى بالفيلد. وهذا عندنا الرو او قلنا يسمى بالريكورد اللي هو يسمى بالصف، هذا يسمى بالريكورد. فعندنا البرايمري كي هنا، هذه معلومات مالت خاصة بزبون. فالاي دي هنا محددين، قلنا الاي دي دائما يكون نحدده بنعتبره هو البرايمري كي اللي هو سعدنا مثلا ذني أربعة اللي هو محمد علي سعد وعلي. فهنا الكاستمر اي دي مالته يكون بهذه الصورة، مثلا هنا يتكون من أرقام ومتكون مثلا من مرتبتين، هذا الاي دي. الفورين كي عندنا هذا جدول ثاني، هذا جدول أول اللي هو نعتبر الجدول الأساسي اللي بي برايمري كي، وعندنا هذا الجدول الثاني اللي هو عندنا اللي بي الفورين كي. شلون نعرف انه هذا فورين كي؟ نشوف محتويات الجدول، نشوف يا فيلد، يا فيلد فيلد قلنا عمود، يا عمود انه يا فيلد يكون مطابق للجدول الأساسي. عندنا هسه هذا متكون، قلنا لازم نفس النوع، نفس النوع اللي هو الديتا تايب مالته اللي هي تكون أرقام. فإحنا عندنا البرايمري كي مالتنا هنا أرقام، فنجي إحنا هاي جد هاي الفيلدين هي سترينج وهنا تاريخ، فما رح نحتاجه هذا، ذني نبتعد عنهن. فبقى عندنا هذا الجدول وعندنا العفو هذا العمود وهذا العمود، فياهو نختاره فورين كي. لازم قلنا يكون مطابق او مشابه للبرايمري كي من حيث النوع. هسه نجي قلنا النوع ذا الاثنينات الارقام، زين بعد عندنا شنو؟ لازم يكون نفس المراتب، يعني هسه مثلا هذا متكون صفر واحد من مرتبتين. العمود الفورين كي ايضا لازم ان يكون من مرتبتين، وايضا محتوى الفيلد الخاص بالبرايمري كي لازم موجود بجدول اللي بي فورين كي. فهنا عندنا صفر واحد، هنا لازم عندنا هذا الصفر واحد، هنا هذا يتكون من ثلاث مراتب، فهذا احنا ما راح نحتاجه، هذا نبتعد عنه. فاعتبرنا هذا اللي هو الكاست اي دي سميناه، طبعا التسمية هنا تختلف بالفورين كي والبرايمري كي. فهنا محتويات البرايمري كي تكون بعضها موجودة بالعمود الخاص بالفورين كي، يكون متشابه، يعني نشوف يا عمود مشابه لهذا العمود، فهذا نعتبره هو الفورين كي. فهنا حددنا عندنا مثلا بالبرايمري كي قلنا ما يصير انه يتكرر، يعني احنا عندنا صفر واحد ما متكرره، البرايمري كي ما يصير انه يتكرر، بس عندنا بالفورين كي عادي ممكن انه تتكرر. هنا عندنا صفر واحد هذا الاي دي، هنا متكرر صفر واحد، فهنا بالفورين كي التكرار مسموح، بالبرايمري كي التكرار غير مسموح. ف
فهاي هي شروط البرايمري كي والفورين كي والفرق بينهن، وشون نعرف بالجدول اللي عندنا نستخرج البرايمري كي ونستخرج الفورين كي. الويك انتيتي تايب، الكيان الضعيف. عندنا بالداتابيس بنخلق الجداول، الجدول هنا ملاحظة مهمة، الويك انتيتي قلنا اللي هو كيان ضعيف. الكيان ضعيف أي جدول ب فورين كي هو يكون ويك انتيتي. أي جدول ب فورين كي هو ويك انتيتي. أي جدول بي برايمري كي هو ليس ويك انتيتي. فهنا نقول ان انتيتي ذات داز نوت هاف ا كي اتريبيوت، معناته الكيان قلنا الانتيتي هي الجداول قصدنا بها انه هي ما تحتوي على كي مميز. الكي المميز اللي هو قصدنا به الكي اتريبيوت، اتريبيوت قلنا خصائص او شيء مميز اللي هي او مواصفات. فالمفتاح الخاص عندنا هو البرايمري كي اللي هو قلنا مفتاح اساسي، فما يحتوي على الويك انتيتي، ما يحتوي على البرايمري كي. ايضا الويك انتيتي do not have a primary key and are dependent on the parent entity. It mainly depend on the other entity. قلنا ان الweak entity هي ما تحتوي على primary key. الweak entity ما تحتوي على primary key. وبعد شنو اكو؟ تكون تعتمد على parent entity. parent entity شلون عندنا مثلا اب وابنة. فالجدول اللي بي primary key اللي هو نعتبره مثلا هو يكون الأب، والجدول اللي هو يكون ما بي primary key وهو يكون الابن. فمثلنا هذا اللي هو الويك انتيتي، يعني هنا عندنا الويك انتيتي اللي هو قلنا الابن اللي هو يعتمد على البارنت انتيتي. البارنت انتيتي اللي هو جدول اللي بي البرايمري كي، يعني الويك انتيتي دائما يكون معتمد على غير جدول. فهو هذا الويك انتيتي. البرايمري كي ما يكون معتمد على اي جدول، لكن الويك انتيتي يكون معتمد على اذر انتيتي. Entity are identified by the combination of. يتم تحديد ال entities من خلال الجمع اللي هو شلون نعرف انه هذا هو weak entity. بي بعض الصفات او المميزات لازم نعرفها اللي هو شنو يحتوي. يحتوي اي جدول يكون هو weak entity يحتوي على partial key of the weak entity type. ال partial key يشبه ال foreign key، نفس ال foreign key، لكن بال weak entity يسموه partial key انه هو معتمد على المفتاح الاساسي، يكون معتمد على الجدول اللي يحتوي على ال primary key. The particular entity they are related to the identify entity type. الكيان المعين اللي هو يكون مرتبط دائما ب entity معرفة او تكون مرتبط بجدول اخر يكون معرف اللي هو قلنا الويك انتيتي دائما يكون هو له علاقة بجدول اخر اللي هو يكون الجدول يحتوي على البرايمري كي يكون ريليتد.
فعندنا هسه هذا المثال موضح لنا strong and weak entity. The example of strong and weak entity can be understood by the blue figure. موضح بهذا المثال. عندنا هذا المثال شنو يحتوي؟ عندنا هنا البروفيسور هذا يتمثل بهذه الصيغة بهذا المستطيل اللي هو هذا البروفيسور. هذا عندنا جدول وعندنا dependent هو جدول. المقصود بالdependent يقصد به هو شخص معتمد على شخص آخر على مود مثلا يكمل له فد شغلة معينة، أو يكون مثلا شلون المدرس أو الأستاذ مع الطالب. الأستاذ يقدم المحاضرة، الطالب مهمته أنه يدرس هذا الدرس ولازم يعرف معلومات مثلا إيميل الأستاذ أو الاي دي مالته حتى يكون أي مثلا عنده أي سؤال أنه يتواصل وياه. فهنا نفس الحالة اللي هو عندنا البروفيسور شنو يحتوي؟ المعلومات الخاصة به مثلا اللي يحتوي على الاي دي مالته، الاسم النيم والسيتي والسالري. هاي المعلومات خاصة بالبروفيسور. عندنا العلاقات تمثل بهذا الشكل المعين، فتتمثل فهنا العلاقة اللي عندنا هي related. الجدول الثاني هو الديبندنت. الديبندنت شنو يحتوي؟ يحتوي على النيم والمعلومات عن الديبندنت واللي هو ديت اوف بيرث داي، وعندنا الريليشن اللي هو مثلا شنو علاقته او شنو مثلا الشغلة الخاصة به. فهنا هذا هو البروفيسور معتبري اللي هو يحتوي على primary key. primary key هنا محددين هو ال ID. فمن نقول primary key راح يتمثل بهذه الصيغة، نخلي خط تحت primary key. طبعا هذه هي الاتريبيوت. الاتريبيوت قلنا سابقا تتمثل بهذه الصيغة بهذا الشكل البيضوي. الاتريبيوت اللي هي هنا عندنا الأعمدة الخاصة بالجدول. هنا عندنا ايضا نفس الحالة. هذا هو الويك انتيتي. الويك انتيتي الكيان الضعيف يتمثل بهذا المستطيل دبل. وايضا تتمثل الاتريبيوت بهذا الشكل البيضوي. وهنا حددنا البارشيال كي اللي هو اختار النيم اللي هو يكون المفتاح الخاص بالويك انتيتي. فمن نريد نمثل الويك انتيتي او البارشيال كي نخلي هذه النقاط. هنا هذا primary key، هذا الخط هو primary key وهذا هو partial key. من يكون عندنا weak entity العلاقة تتمثل بهذا الشكل المعين، فهو يكون دبل يعني خطين. وأيضا weak entity هنا هذا المستطيل يكون أيضا بخطين. هنا محددين قايلين the strong entity is the professor، هذا عندنا البروفيسور قلنا، والdependent هو اللي قلنا هو الweak entity. عندنا ال ID هنا هو معتبري قلنا ال primary key presented with a line، هذا اللاين الخط اللي قلت لكم عليه. and the name and the dependent entity is called partial key، هذا النيم هو قلنا ال partial key المفتاح الجزئي، ويتمثل ب dotted line هذا الخط المتقطع. عندنا هذا ال ER notation. حتى نرسم
إذا أعطيكم سؤال إنه أعطيكم جداول database أريد تمثلوا لي إياها بالـ ER notation. فالـ ER notation عندنا هذا هو الـ ER notation. هذا التمثيل يسمى ER notation. فهنا موضحين بهذا السلايد كل مثلا نوع خصائص مثليها بشكل معين، فتحفظون هذه المخططات اللي هو مثلا هنا الـ entity type اللي هو الجداول مالتنا قلنا متمثلة بمستطيل. هنا قلنا الـ weak entity type متمثلة بهذا الشكل. الـ relationship العلاقة العادية اللي هي تكون متمثلة بمعين. الـ identifying relationship type اللي هي تكون استخدمناها بالـ weak entity، هذا تكون الـ double. هنا عندنا الـ attribute الخصائص تمثلت بهذا الشكل البيضاوي. عندنا الكي اتريبيوت قلنا الكي اللي هو البرايمري كي، اذا برايمري كي نخلي خط. بعد اكثر شيء اللي راح نستخدمه اللي هو الانتيتي تايب، الويك انتيتي، الريليشن شيب تايب، والاتريبيوت الكي اتريبيوت، وايضا نستخدم هذه الانتيتي، هذه هذا الكاردينالتي ريليشن اللي هو يكون 1 to many. فهذني التمثيل الخاص بالـ ER notation. هذه الخصائص والمخططات تنحفظ، هذه الأشكال. عندنا هذا المثال مثلي بالـ ER notation. عندنا هذا مثال عن البروجكت، مشروع وطالب. عندنا جدولين، هذا البروجكت هو جدول، وايضا هنا عندنا ستودنت، هذا هم جدول. العلاقه بيناتهم، العلاقه بين البروجكت والستودنت. طبعا هذا المثال هو يوضح لنا شنو شرحنا سابقا، شنو قلت لكم مثلا شنو entity، شنو attribute، شنو الجداول، شنو field، شنو row. شنو هنا اليوم حضرتنا كانت عن الكي والweak entity، فكلها متمثلة بهذا المثال بشكل مختصر. فقلنا هساعدنا هذا هو الجدول الخاص بنا اللي هو الجدول الأول، وعندنا الجدول الثاني اللي هو student. هذا الجدول شنو يحتوي على معلومات؟ يحتوي على project number رقم المشروع، وأيضا يحتوي على project name اسم المشروع. هنا بهذا الجدول محددين primary key. ليش حددنا انه هذا الجدول البروجكت نمبر هو البرايمري كي؟ عندنا احنا جدول مشروع، هو مثل مشروع تخرج مرحلة رابعة مثلا. المشروع هو مشروع واحد ياخذو اكثر من طالب، يعني هسه عندنا احنا مجموعة طلاب بالكلية ياخذون يشتركون بمشروع واحد. فالعلاقة اللي تكون بين المشروع والستودنت، احنا قلنا انواع العلاقات هي 3 انواع اللي هي 1 to 1 1 to many و many to many. فاحنا لازم نختار وحدة من هذه العلاقات. العلاقة بين المشروع والستودنت والطالب شنو تكون؟ قلنا مشروع واحد ياخذ اكثر من طالب، فاحنا مثلناها مشروع واحد قلنا يعني 1. العلاقة هي works اكثر من طالب، many معناته اكثر، فمثلناه ب n فصار عندنا 1 to many. هنا قلنا البروجكت نيم، حددنا البروجكت اللي هو رقم المشروع،
هو البرايمري كي اللي هو رقم مشروع صار هاد للمجموعة الطلاب، فإنه هذا ما ممكن أنه يتغير، فهو هذا رقم مشروع خاص، فهذا اعتبرناه هو البرايمري كي. أيضا عندنا الستودنت. الستودنت اللي هو شنو؟ يحتوي على معلومات جدول الستودنت، يحتوي على رقم الطالب واسم الطالب. هنا أنا هذا الستودنت اللي هو هنا أنا معتبري هنا حسب معلومات الجدول اللي عندنا، اللي هو معتبري الفورين كي. عندنا جدولين، هذا هو البرايمري كي وهذا هو الفورين كي. فهنا عندنا التمثيل، هذا اللي بالأصفر هو تمثيل الاي ار نوتيشن. هذا كلش مهم، لازم تعرفون شلون تمثلون الجداول بهذه الصيغة. يعني عندنا هذا هسه هو جدول، انا اعطيكم طبعا، اما اعطيكم مثلا شرح او نظام، اقول لكم مثلا المانجمنت سيستم، نظام اداره، فانتوا تقعدون تفسرون شنو هذا المشروع، يحتوي على كم جدول، شنو تفاصيله. او مثلا اعطيكم هذه المعلومات اللي هي مثلا هذا الجدول الاول اللي هو البروجكت، يحتوي على البروجكت نمبر، البروجكت نيم، والجدول الثاني اللي هو ستودنت، يحتوي على البروجكت نمبر وستودنت نمبر وستودنت نيم. اعطيكم هاي الجداول وانتوا تحولوا لي اياها الى هذا المخطط، او مثلا اعطيكم هذا المخطط وتحولوا لي اياها الى الجداول اللي هي بالصيغه العاديه او الشكل العادي اللي هو يحتوي على فيلد وريكورد. هذه كانت محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى ان تكون واضحه الفكره وتوضحت الفكره عن شنو يعني الاي ار ريليشن شيب والتمثيل المخططات والجداول. شكرا جزيلا.